كراطة. الرأي ديالي هو أكبر كراطة هي اللي بقات راه ما داروا علينا حتى هي. أخبارنا كديوها الناس ديال برا. شو هنا في العالم كما كيعرف الجميع أن كانت 60 قناة ناقلة للعرش الكروي وتشوهنا في العالم وداروا الإشهار للشركة ديال صباغا فابور. بالنسبة لذاك الكراطة وذاك الشيء راه يعني الناس ولات أضحوكة في الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وحشموا بينا وحشموا بالمغاربه كلهم وهادشي كيضرب البلاد وبزاف الحوايج. جابوا السطل داروا اشاره بطريقه غير مباشره ديال الغريب في الامر. اكبر كراطه والشوارع حنا معروفين. ديك الكراطه بوحدها اش نقول لك ملي ولاو كيكرطوا ديك الشيء راه دلع معاهم اش نقول لك. واش تجاروا لينا لوروب وداكشي ديال الكراطه والمزاله والضايات لان كنعوموا ما بقيناش لاعبين كوره.